اذا بدينا بالكنترولر سيلكشن المره الماضيه حكينا عن اول ثلاث انواع، حكينا عن المايكرو كنترولرز مايكرو بروسيسرز، واحنا بنحكي بعض الطلاب اقترحوا كمان انه في بعض البورد كنترولرز عم بنضاف عليها هاي بروسيسنج باور زي مثلا الراسبيري باي. فهذه طبعا هي تيجي تحت المايكرو كنترولر مايكرو بروسيسرز، بس عم بتزيد البروسيسنج باور فيها بحيث انها بتقترب من البيرسونال كمبيوترز، فصار فيها فيتشرز متقدمه اكثر، ريل تايم بروجرامينج. وحكينا عن البروجرامبل لوجيك كنترولرز بي ال سيز والبيرسونال كمبيوترز. اليوم راح نحكي عن اللوجيك جيتس. هلا اللوجيك جيتس الفكره الاساسيه فيها انه انا بامكاني اعمل كنترولر كامله بدون ما يكون في عندي بروجرام سيكوينشال بروجرام زي ما بنحط احنا في المايكرو بروسيسور مايكرو كنترولر. اللوجيك جيتس راح يكون فيها كومبينيشنال لوجيك وسيكوينشال لوجيك. والسيكوينشال لوجيك مهم عشان يصير في عندي ميموري، بصير عندي فليب فلوبس ولاتشز، وباني ادمج الكومبينيشنال مع السيكوينشال لوجيك صار بامكاني اني ابني برنامج. احد الاشياء اللي موجوده اللي اسمها الجوريثميك ستيت ماشينز اي اس ام، والاي اس ام هاي كانت قبل ما ينتشروا المايكرو بروسيسرز كانت احد الطرق اني اصمم كنترولر لها عدد من ستيتس. يعني مثلا عندي فندنج ماشين، لو عندي فندنج ماشين هلا جديد طبعا صارت مايكرو بروسيسرز رخيصه جدا بستخدمها بحط فيها برنامج، لكن كان بالامكان زمان انه باستعمال فندنج ماشين باستعمال كومبينيشن لوجيك وفليب فلوبس انه هاي الفندنج ماشين يكون لها عدد من ستيتس. يعني مثلا احد ستيتس مثلا ويتنج فور كاش، احد ستيتس مثلا ديسبنس تشينج، احد ستيتس مثلا جيف ايتم مثلا فورورد ايتم. عارفين شو الفندنج ماشين بتشتري منها مثلا الشوكولاته او احد ستيتس مثلا ويتنج، احد ستيتس ريدي. هاي ستيتس بامكانك انت تصميم سيكوينشال وكومبينيشنال لوجيك، بامكانك تصمم برنامج كامل، بس البرنامج هذا ما بيكون في كود كلاسيكال كود زي هون، في لها ستيتس بتنتقل بستيتس، وحتى تنتقل من ستيت لستيت في شروط معينه بدها تصير. فلما يصير الانبوت المناسب حتى هذا، يعني مثلا احد الانبوتس المناسبه انك دخلت الكوينز والكوينز كانت صحيحه مثلا، بنتقل من ستيت لستيت اللي بعدها. من ناحيه واقعيه الان بطلنا نستخدم هذول، استعمالهم صار اقل بكثير، صرنا نستخدم مايكرو كنترولرز. الا اللي حكى احد مين اللي حكى كريم قال انه في التطبيقات اللي كريتيكال سيفتي كريتيكال فيها مشكله بخاف انه البرنامج يصير فيه كراشنج مثلا او مشاكل ريلايبيليتي، لسه هلا عمال بيستخدموا اللوجيك جيتس حتى يعملوا امبلمنتيشن للبروجرامز. السبيد اسرع، السرعه سرعه الامبلمنتيشن اسرع بتكون ومور ريلايبل. اذا هاي مور ريلايبل من واحد منهم، فالريلايبيليتي بتكون اعلى. مشكله البروجرامينج حتى البروجرام اللي موجود في مايكرو كنترول مايكرو بروسيسر ممكن البروجرام يعمل كراشنج، مزبوط؟ مش في باجز؟ مش بيكون في عندنا باجز؟ عارفين شو الباج؟ يعني خطا في البروجرام، خطا معين في البروجرام بيؤدي انه هذا البرنامج يعمل كراشنج او يصير في مشكله معينه. اذا التطبيق كان كريتيكال سيفتي كريتيكال زي مثلا شيء عسكري او سبيس ميشن مثلا، او بقدر ازيد الريلايبيليتي ان استخدم وحده من هذول. هلا هذول اختصارهم مثلا، لهم اسماء كثيره حسب الشركات اللي بزودوهم، بس هي الفكره الاساسيه فيهم ان انا بقدر اشتري هاي الانتجريتد سيركت وانا ابرمج اللينكس اللي موجوده فيها بحيث اني اجيب الكومبينيشنال والسيكونشال لوجيك اللي بدي اياه. مثلا هاي بروجرامبل لوجيك ديفايس، بروجرامبل لوجيك اري، فيل بروجرامبل جيت اريز، اخذتوا عنها في الديجيتال لوجيك؟ اخذتوا برمجتوا شيء؟ تمام، اذا عارفين شو الاف بي جي ايز، او هاي اللي حكى عنها كريم كومبلكس كومبلكس بروجرامبل لوجيك ديفايس، كلهم فكرتهم نفسهم انه انا عندي بقدر ابرمج الهاي وخلص بتصير هارد وايرد، يعني اي يو بيرنت وخلص صار ثابت الكومبينيشن اللي موجوده فيها، وبعدين بصير استعملها بتعطيني التطبيق، بكون تطبيق خاص معين لابلكيشن معينه. بتكون مور ريلايبل اذا كان الابلكيشن سيفتي كريتيكال وما بتحمل انه يصير في عندي كراشنج او مشكله في المايكرو كنترولر، بتكون مور ريلايبل. في اشياء قديمه طبعا بطلنا نستخدمها الان بس انا بذكرها اللي هي الريليز. والريليز كانت زمان تستخدم في الستينات والسبعينات حتى ابني فيها لوجيك. فمثلا عندي ريلي، اذا كان بدي اعمل ريلي اي اند بي بيكون في عندي مثلا هون ريلي اي وهون في انبوت اي، اي انبوت عندي مثلا انبوت ثاني بي انبوت وبشغل ريلي موجوده في الكنترولر عندي، وهي ممكن تكون مثلا 24 فولت 24 فولت ريليز. هذا بيشبه اللي انتم بتبرمجوه في البي ال سي، بس انت بالبي ال سي بتبرمجه باللوجيك. هذا موجود فيزيكلي في ريلي،
ففي ريلي اي بتمثل الكونديشن اي او الايفنت اي انه صار، اذا صار الايفنت اي بيجي فولتج هون بتشتغل اي، اذا صار الايفنت هذا بتشتغل بي، ممكن يكون هذا مايكرو سويتش مثلا او ليميت سويتش. اذا اشتغلت اي وبي لو انا بدي اطلع الان اند جيت شو بعمل؟ بقدر اجيب هيك وهيك احط هون اي، هذا الاي هو كونتاكت من الريلي اي وبي هو كونتاكت من الريلي بي، وبحط هون 24 فولت بيطلع عندي هذا الاوتبوت راح يصير 24 فولت امتى؟ لما يكون اي ترو وبي ترو. فهذه صارت كانها عباره عن اند جيت بسيطه، بس كانوا يستعملوها باستعمال الريليز. طبعا هذه بطلنا نستخدمها الان، ليش؟ معقده جدا طبعا، مكلفه جدا، بتستهلك طاقه وبتستهلك سبيس عالي جدا، بطل هذول استخدامها. لكن استخدام اللوجيك جيتس موجود، استخدام اللوجيك جيتس للسبب اللي حكيناه هون. والنقطه الاخيره او الابلكيشن الاخير، في انتجريتد سيركتس خاصه الان بتعمل فيري فيري ادفانس بروسيسنج، يعني سبيشال مثلا منها فرضا تكساس انسترومنتس بيعملوا سبيتش بروسيسنج اي سي، بتكون فيري هاي سبيد وفيها فانكشنز خاصه خصوصي لهذا الابلكيشن. فبدل ما انا اجيب مثلا مايكرو بروسيسور واحط فيها البرنامج هذا، بيكون في هون في فيتشرز معينه جاهزه من الهاي، بتكون مثلا 64 بن او 40 بن مثلا الانتجريتد سيركت هاي، وبتكون خصوصي عشان سبيتش بروسيسنج او ايمج بروسيسنج او ابلكيشن معينه. في كمان هلا صار في انتجريتد سيركت مثلا للموشن كنترول، في بداخلها بي اي دي كنترولر مثلا موشن كنترولر، فبيكون فيها انبوتس للشافت انكودرز وعم تتحكم في اتش بريدجز، وفي في داخلها بي اي دي. هذول بيكونوا سبيشال Advanced Integrated Circuits خصوصا للابلكيشن هذا، فبيكون بعطيني اقوى بيكون من المايكرو بروسيسور، بس بيكون حجمه اصغر من البيرسونال كمبيوتر، فبقدر يعطيني هذا الابلكيشن الخاص.